السلام عليكم. الاسم ديالي حماني عبد القادر، مهاجر فرنسا مدة 46 سنة، متزوج، عندي 4 ديال الأولاد. شريت واحد البقعة أرضية فيها 274 متر في عام 1982 باش نوجد المستقبل إن شاء الله ليا ولولادي. الرقم العقار ديالها 7422 على 13، موجودة في القنيطرة طارق عنترة أحمد شوقي. واحد النهار الأخ ديالي عمل لي التليفون، قال لي ودي تتبني في الأرض وما علمتيناش. قلت له ودي أنا لا ما تنبش الأرض. قال لي خصك تجير الأرض ديالك تتبنى. من بعد يومين جيت للقنيطرة، تفاجأت. من بعد يومين عطيني السيد اللي خد الأرض، طلبني تفاوض معايا. قلت له أنا لا، بغيت الأرض ديالي. لقيت الوثائق المتزورة مخدومة في فاس، وداروني أنا والزوجة ديالي ميتين وعندي واحد الوارث. الواقع لأننا الحمد لله أنا مازال حي، أنا والزوجة ديالي وعندي 4 الولاد. من بعد رفعت دعوة للمحكمة وتنطلب من القضاء يطلعوا يعطوني الحق ديالي، لأن أنا مهاجر وتعذبت وبغيت الأرض ديالي، وتنطلب من صاحب الجلالة نصره الله ياخذ لي حقي. والحمد لله رانا نتايق في القضاء المغربي. كنتعجب في النوتير والمحافظ اللي ما تأكدوش في هذه الوثائق قبل ما يفوتوا الأرض. هنا تنسأل واش كاين عصابة، واش كاين مافيا متخصصة في العقار.